الاعراف النفسي ريم عزتين مرشده سياحيه. استاذه ريم النهارده شغلك ايه؟ انا شفتك امبارح تقريبا بالليل. احنا معتصمين من امبارح وكنا موجودين في احداث 28 بتاعت مسرح البالون. والاخبار اللي هو البلطجيه، انا بلطجيه. طب والاخبار ايه دلوقتي؟ ولا حاجة. واحنا جايين علشان اول حاجة موضوع القصاص، موضوع المحاكمات اللي هي مش متأخرة، اللي هي فيها تواطؤ وتواطؤ واضح جدا. جايين مش عاجبنا اداء المجلس العسكري، احنا مش عايزين المجلس العسكري بكل وضوح كده بنعلن ان هم فاشلين جدا سياسيا. معلش، وبعدين في كلام كتير عن تواطؤ، وفي كلام كتير جدا ان هو معلش طنطاوي، المشير طنطاوي، لا سوزان مبارك بتهدد ان هي لو حد جه جنب عيالها في ورق ضد المشير، والكلام ده ما حدش رد عليه، وفي متواطئ في المحاكمات وتباطؤ. فاحنا ما نقدرش، ما حدش طلع رد على الكلام ده، هم فعلا ماسكين ورق على بعض ولا لا؟ احنا ما نعرفش. احنا لينا اداء نهائي، في دم شهداء، في احداث مسرح البالون. انا كنت موجوده اليوم ده وشفت البلطجيه اللي هو انا واحده منهم قد كده بيتضربوا وبالغاز وبيموتوا ناس قدامي بالدم وبهدله. معلش، كل يوم يموت لنا حد. كنا احنا ما عملناش ثوره وكانت البلد بقى مشيت بالحال القديم، جمال زي المجلس، زي كلهم زي بعض. احنا مش شايفين فرق، وعشان كده جايين ومعتصمين ومش هنمشي من الميدان الا لما الدنيا تتحل. ايه رايك في العدد النهارده؟ العدد ايه؟ والله العدد كويس ومبشر، بس انا شايفه ان الاصرار في الحراره اللي انت شايفها مش موضوع العدد. لما تشوف حراره زي ده وتشوف ناس زي دي نازله، تعرف قد ايه اداء المجلس العسكري كان سيء. والمجلس مش هو الجيش، وجوه الجيش معلش اكيد هم برضه مش هيكونوا راضيين عن اداء، لان المجلس العسكري هي الجيش، وهو مؤسسه زي كل المؤسسات اللي كانت بتخضع برضه للفساد الفتره اللي فاتت، واكيد كان فيها الفاسد وفيها الكويس زي اي حد بيحصل الفتره اللي فاتت. فاحنا معلش مش راضيين وقاعدين لغايه ما الدنيا تتغير. بالليل نتقابل. شكرا.